مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات وتتواصل التحديات على بركة الله وحفظ من الله وتوفيقه. ينطلق شوطنا العشرين يحمل منافسات وتحديات، فيات أيضا الأبكار الحقائق مسافتنا أي 3 كيلومترات. ننطلق بهذا الشوط لنوافي حضراتكم بالأسماء المتقدمة وبالشعارات الحاضرة. أبدأ مع ثمينة، ثاني بن علي بن مهير بن بليشة الكتبي يتقدم على الصدارة ويتقدم على المركز الأول. المركز الثاني هناك الوصول والانطلاق من قبل الكورة، عبيد بن حمد بن علي بن عبيد القفلي. ثالث المراكز تأتي ناصية لمحمد بن مطر بن غدير الكتبي. رابع المراكز هناك الشبلة علي بن عبد الله بن معدن الكتبي يتقدم، أو عبد الله بن علي بن عبد الله بن معدن الكتبي يتقدم بهذه اللحظات مع الشبلة، وأيضا الوصول مع وديان عبد الله بن مبارك بن ثاني بن رقاد الكتبي يصل مع وديان. خامس المراكز أوصلت القفاية عبد الله بن حميد بن بني المدهوش يتقدم مع القفاية، وأيضا وصلت نجود عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني، وأيضا شوفة وارصد للقادمة بكل قوة هي قلايد يمعى بن راشد بن سعيد بالغافرية، وأيضا من الجانب الأيمن شعار هناك القادم بكل قوة علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا يصل بالانطلاقة والقادمة بكل قوة تحمل الرقم 7. هناك القادمة بالانطلاق المميز هي انتباع علي بن عبيد بن معدن يتقدم بهذه اللحظات، وأيضا شعار علي بن محمود بن حبيب الرضا يتقدم مع دمعة، وأيضا الأسامي قادمة، وأيضا السريعة قادمة سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي يتقدم مع انطلاقة وتحديات السريعة القادمة بكل قوة، والأسامي قادمة، وأيضا الشاهنية علي بن خليفة بن بليشة. ولكن عودتنا إلى صدارة الشوط، عودتنا إلى المركز الأول، إلى صدارة الانطلاق، إلى بداية التحدي. هناك تحديات الشوط المركز الأول، الانطلاق المميز مع نجود عبد الرحمن بن سيب بن غدير العرياني، ولكن أوصلت السريعة، وصل دكتور الأصايل، وصل دكتور الأصايل مع الكيلو الأخير، مع الكيلو المثير. سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي يتقدم على بداية الشوط، يتقدم على المركز الأول، على بداية المركز الأول، والأسامي قادمة والشعارات قادمة بهذا الشوط الذي يحمل الأسماء. شوف فرصة لثمينة، ثاني بن علي بن مهير بن بليشة، وأيضا بن معدن، ودمعة قادمة من الجانب الآخر علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا. بدأت تتجاوز بهذه اللحظات، ولكن ثمينة وأيضا الأسامي قادمة. شوط الختام ثمينة، ثاني بن علي بن مهير وبن معدن، بن معدن علي بن عبيد بن معدن، ودمعة علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا، وأيضا ارصد لي نجود عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني. ولكن ثمينة روحت إلى الفوز، انطلقت مع ثاني بن علي بن مهير بن بليشة، بداها بالشوط الأول الرئيسي وختمها مع ثمينة بشوط الختام. فسلام يا ثاني يا بن علي يا بن مهير، ومشكور يا علي يا بن مهير يا بن بليشة اللحظات الأخيرة. ولكن ثمينة اللحظات المثيرة، ولكن ثمينة المركز الثاني الزود مطر بن عبيد بن محمد بالضبيع، المركز الثالث سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد. التوقيت 4:42. تهانينا وناموس على الفوز والانتصار. مشاهدينا متابعينا الكرام، نصل الى ختام سباق هذا اليوم. شكرا لمدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليشة، شكرا لجميع اللجان القائمة على ارضية هذا الميدان. تحيات الزميل سالم بركاف
العليلي وتحياتنا نايف الزرعي لنقول وداعا بل الى لقاء اخر بتحديات سن اللقايه في صباح الغد. سوف تكون حاضره 24 شوط حامله لتحديات اللقايه. وتهانينا والناموس للجميع على الفوز والانتصار.